حياكم الله مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية بحلقة جديدة من برنامج حظك حلو مع فاطمة قيدار. أنا حظي حلو لأن أنتم متواجدين ويانا بتماس مباشر، ولأن كاميرتنا وكاميرا الفلوجة الفضائية متواجدة بكل شوارع بغداد وبكل محافظات العراق. فحياكم الله بحلقتي المتواضعة البسيطة بمنطقة المنصور، تحديدا بالشارع اللي يفصل بين أبو جعفر المنصور والرواد. حلقة راح تكون مميزة كالعادة لأن أنتم متواجدين، لأن ابتسامتكم وحكاياتكم الطيبة الحلوة ويانا على طول. احنا نبلش بشكر وتقدير لكل رعاة البرنامج اللي شاركونا بهدايا جميلة داخل حلقات برنامج حظك حلو مع فاطمة قيدار، بالأخص الراعي الرسمي لبرنامجي معمل الشياولي الألبان والآيس كريم فخر الصناعة الوطنية. يلا تعالوا نبلش حلقتنا. حاير بالك بتعب حالك، واختار شياو طعم شياو طعم شياو 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 طعم الراقي منتج عراقي، جرب مرة ولا تحتار. طيب مو عادي نرضى بلادي، هذا اسمه شياو اسمه شياو اسمه شياو 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 يا محلى اللمة لو جابه واسمه خير الطيب ما نختار. شياو أجوى الطعم بمواصفات عالمية وجهود محلية. مرحبا، حلوة الصورة طلعت؟ اي حلوة. شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ تقى. وانتي؟ أريفان. شنو؟ أريفان. انتي من وين؟ من سعدي، من ديالة. من ديالة؟ يا ان شاء الله. جبتي لنا وياك برتقال؟ لا. ليه؟ شلون تجي من ديالة ما تجيبين برتقال؟ وانتي شو اسمك؟ نهلة. شنو؟ نهلة. نهلة، اوكي. انتو تدرون انه انتو اول بنوتات احكي وياهم واسولف وياهم بحلقتي لليوم؟ لا ولا ادري. حياكم الله، والله نورتوا الحلقة. تسلمين. كلش فرحانة بكم. كل الهلا عيني. سلموا لي على اهلكم. اوكي. يلا باي باي. باي. مع السلامة. نبلش وياكم مشاهدينا الكرام حلقتنا لهذا اليوم بسيلفي حلو، بصورة حلوة تجمع بيني وبين بنات اهلي ديالة، ومو بس هيجي، تحية طيبة لكل من يشاهدنا على قناة الفلوجة الفضائية. اكيد رح تكون حلقة مميزة بالمنصور، تحديدا الشارع اللي يربط بين ابو جعفر المنصور والرواد. فحياكم الله. حياك الله. وين رايح؟ سولف وياك. شو صحتك؟ انا زينة. اهلا وسهلا بيك. شلونك؟ حياك الله. انت من وين؟ انا من بغداد. كرخ لو رصافه؟ كرخ منصور حاليا. حياك الله. يعني سكنك منصور لو عملك؟ لا، مقيم في منصور صار لي 5 سنوات. ليش انت من وين؟ شو مقيم؟ اصل طارميه. حياك الله. فانت ببغداد يعني؟ طارميه مو بعيد علينا. لا قريبه، بس انا عملي انا اشتغل برياده الاعمال يعني شركه اماراتيه. شنو شغلك؟ مستشار تسويقي. صعب لو سهل؟ لا سهل يعني، سهل لان يعني انا مدرب مال تنميه بشريه، فحواري جيد بهذا الموضوع. والتسويق عاده التسويق عاده ممتع. يعني مدرب تسويقي، يعني مدرب تسويق لمده 5 سنوات. اي فيكون انا احس هذا الشغل يكون محلي جدا، يعني متابعك ف حوارات جيده يعني بالتسويق يعني مصداقيه دائما اشوف عندك بنظره. لا صحيح. إيه يعني اتشرف انه شخص مثل حضرتك يعرف عن المصداقيه. إيه يعني بالتسويق لازم المشاعر قبل النتائج، فالانسان اذا شاف مشاعر يعني نتائج الأفضل. لازم هذه المشاعر ما تستنزفها بالكثرة فتفقدها. صح. فلازم صح. تعرف أنت مع منو تعلن وشنو تعلن. أنا عدتك إعلان يعني أخير على الموضوع ما سكن، أعتقد هيك يوم سكن، فكان حوار جيد. شكرا. أنا أتشرف. أنا ما عندي شيء. حياك الله. أنا ما عندي شيء، بس كان عندي قصيدة تقريبا من شهر أو شهرين حابة أقول لك إياها بس ما لقيتك. أتشرف. يا ربي أنت تحضرون حتى تشوفوني. حياك الله. فهي صار يعني الساعة بسيطة اللي تجاه حضرتك. أوكي. فأكوية قصيدة تراثية قديمة. أوكي. فهي راح تكون إلي شخصيا. أتشرف. أوكي. يقول: خرجت مستورة حي خطاها، معها دين وعرف حارساها، خرجت للعلم لا للهو تمشي، زاد الحجاب تشريفا وجاها، علمت إن الجمال البنت كنزا، فوقت بالحجاب وقاها، أيتها المستورة مالك لا تبالي، فإن الله سبحانه وتعالى شرفك من فوق سماء ودحاها. شكرا. عيوني غورقة. يا الله. كلش ممنونة والله، أمانة عيوني غورقة، لأن كلش
كلش أفرح من أنتم تشوفوني صورة جميلة. كل إنسان رائع أو ناجح راح تقين جدا جدا إلى ضاد، تمام؟ فالضاد هذا الضاد هو عبارة عن بداية نجاحات عظيمة كلش راح تنتظرك بالمستقبل، فاستمري والله سبحانه وتعالى يوفقك. الله يجبر بخاطرك. شكرا الله يوفقك. شرفنا. زين عادي أنطيك هدية وسألك سؤال؟ يلا أوكي مستعد؟ يلا أوكي. سهل أو صعب؟ كيفك؟ بما أنك تعمل بشركة إماراتية صح؟ إيه. شنو ألوان علم الإمارات؟ أحمر وأزرق أعتقد. هو لا اليوم آخر يوم لك بالشركة. لا عادي يلا عادي. واخذ أحمر كان بي. أحمر أوكي. والأخ جبت أزرق. أخضر أخضر أكل. أخضر قريب على ألوان. وأبيض. بعد أسود أوكي. هاي من عندك. أنت عبيد. أي عبيد. أنا أتشرف. حياك الله على رأسي. شكرا جزيلا. هذه هدية مقدمة من شركة ريحة البراري بإدارة عماش طه وعلي الكبيسي، عنوانهم بالعامرية أو دور السود بالمنصور. رحلة لإقليم كردستان لحضرتك تكون مجانية. تشرفنا. الله يوفقك. كلش ممتنة. ما أريد أصير ترند أبد. لا أنت صرت ترند. خليت أغورك تعيوني. الله يوفقك. على رأسي. الله يوفقك. شكرا جزيلا. تحياتي لحضرتك. مع السلامة. يا جماعة ما كنت ناوية بداية الحلقة بها دمعة. بس والله العظيم شكرا، لان انتم تعاملوني معامله اهل ودائما تحسسوني انه اني كلش جزء من العائله، وهذا الشيء مو سهل. ما اعتقد اكو اعلاميه وصلت لمستوى انه هي العائله العراقيه تعتبرها بنتها وتخاف عليها وتحب حجابها وتحب طريقه لبسها وتحب طريقه القائها، ومعجبه بطريقه تعاونها مع مخرج برنامجها، ومعجبه بطريقه اعلاناتها. هذا الشيء والله ما كان سهل، كان بنيه صافيه وكان بحب. احس وصل وهذه يعني انا فرحانه. ولا اراديا من نتكلم قبل شويه عن الحجاب غرقت عيني، لانه حرفيا شكرا، لانه العائق الوحيد لاي اعلاميه بالنجاح وللوصول هو الحجاب. من الصعب تكونين إعلامية ناجحة لابسة حجاب، لكن من السهل من تكون أكو قنوات فضائية حقيقية تتبنى البنت المستورة. شلونك؟ زين. وين رايح ماني داحسوني؟ وين أنا مو شنو قطعت سالفتي؟ شنو الجمال؟ شلونك نقعدان ياك؟ يلا. تعال. شو أخبارك؟ زين. تعال أنا ياك نقعد هنا، خاف نوقع؟ لو ما نوقع؟ لا ما توقع. ما نوقع؟ إي الله والله تعبانين، والتأكيد تعبان. صار لك فترة تشتغل؟ أي والله. مو؟ أي والله. شغلك سهل ولا صعب؟ لا والله صعب. صعب؟ أيوة. أنت تدري خلوني أبكي؟ منو؟ هسا ولد قرا لي شعر وبكيت، غرقت عيني. ليش؟ حكى عن الحجاب وقال حجابي حلو ولبسك حلو مستورة فغرقت عيني. صحيح. أي شلون؟ كلامه صحيح؟ أي والله كلام صحيح. شنو اللي صحيح؟ صحيح حتى يعني مرة مؤدبة محجبة. يعني مستورة أنا أحبك هواية. بعد أحبك وأمي تتمنى إن أشوفك تحكي وياك. والبارحة جبنا طاري، قلت من الكتاب أشوفك. حكيت البارحة جاء طاري. والله جبنا طاري شنو أنت مرة يعني محجبة وهاي ونحبك وهاي. ماما قالت بك يا ربي أتمنى أمنية أشوفها. يا عمري والله تمنيت وأنا شفتك وهي ما شافت. شفت شلون رب العالمين يستجيب؟ أيوة. إذا إحنا شو نسوي هسه؟ نظل ندعي لرب العالمين أي شيء نريده يصير. أي والله. شو تريد أنت؟ شنو تدعي؟ دعوة حلوة غير إنك تشوف فاطمة خيدار. والله أدعني أنا يعني أنا أحبك وأنا أحترمك. بعد دعوة إلك مو إلي. يعني شلون يعني دعوة؟ أنت مو دعيت البارحة وقلت يا ربي أشوف فاطمة قيدار؟ إيه. وش صار ثاني يوم؟ شفتها. زين شنو تدعي بعد الرب العالمين حتى يصير؟ غير فاطمة قيدار. غير فاطمة. أنت إلك دعوة. أنت شو تريد تتمنى؟ أتمنى ماما تشوفك. يا ربي هماني. زين غير إنه ماما تشوفني بعد دعوة إلك. ليه؟ لأنه رب العالمين يستجيب دعواتك، فأنت شنو تدعي حتى يصير عندك؟ شنو تريد؟ أدعي أن يصير دكتور. يا عمري إن شاء الله. زين ده تدرس؟ إيه. وين أنت يا أصلا؟ رحت للسادس. بطل. شقد طلعت بالخامس؟ شو طلعت؟ معدل 80. والله بطل، والله أنت أحلى دكتور بالدنيا. وهذا الفيديو أريدك تضمه، وإن شاء الله من تصير دكتور ترجع تيجي تدمجه وتعوف شغلك هذا البسيط، ورب العالمين يفتح لك شغل كبير ورزق بابا ينفتح ما ينسى. آمين آمين. فدوة أروح لك. سهشام هاي الحلوة شنو؟
الشعر هذا الأصفر ليش؟ إيش دعوة أنت جميل؟ الله غير خلقة الله. والله أحلى شيء في الدنيا خلقة الله. أي والله. مو؟ أي والله. زين يشعلون قلبك من يشترون الأخلاء ولا؟ أي والله يشعلون. يشعلون قلبك شو يشعلون قلبك؟ لا يشعلون قلبك. شو يشعلون قلبك؟ ما أقول له بالبين قل له بالفونص أقول له بالفونص قل له بالف. صدق كذي؟ والله. ويبيش عليك بيننا. والله علي بالفونص. عليك بالفونص يريدوها بالف؟ إيه. يعني عليك الوحدة بالفونص؟ إيه. هي ليش هيك غالية؟ والله اي غير هي تشتغل وتنطفي هي شنو ادري شنو حتى ضواها قابل من وين من الشمس ضواها لا لا هاي من شلون نشرات وهاي اعرف اني اعرف لها اشتري منها ايه بس قصدي ليش هيك غاليه عليك المفروض انه هي 750 وانت تبيعها ب 2000 لا ما هي غاليه مثلا النفاخ النشرات العوادين الباتريات هاي بها شغلات كثيره جميل أم الفلوجة حي الله سلم لي على الفلوجة ولأن هي بها أشياء كثيرة حلوة وتهو كثير حلو تخبل الله. أنا راح أنطيك هدية كثير تجنن والله وادي سلم لي على الفلوجة وتقول لهم خفوا علينا هذا الشقار والجمال إحنا ما نتحمل الله يسلمك هاي هدية ظرف مالي مقدم من شاو شاو منو شاو هو معمل للألبان والآيس كريم فخر الصناعة الوطنية تحب الصناعة العراقية أو تحب الصناعات اللي نستوردها من خارج العراق لا والله الصناعة داخل العراق يعني تدعم المنتج أي الوطني اي ادعمه انت احلى منتج وطني بالدنيا والله والديك والديك يا امي هذه تصرفها بالهنا وتقول لامك الله عليك تقولها فاطمة سلم عليك هواية الله يسلمك اوكي وتقول لك اتمنى اشوفك الله يسلمك حتى اقول لك عاشت ايدك على هالتربية الله يسلمك راح ترجع للفلوجة لو قاعد ببغداد لا والله ارجع للفلوجة يا امي هسه راح ترجع لا مو هسه باكر ارجع وين تبات شنو ابات يم بيت خالتي قريب اي بالعمرية يلا الله وياك سلم لي عليهم الله يسلمك اوكي ترى ما سالتك سؤال اسالي تحب برنامج لا لا عشان ما احب متابعة تيك توك خلاص السؤال ليه تبقى قاعده انا اروح لو نقوم انا لا بكيفك نطلع انا وين نروح حمزه منا لو منا روح يلا مش نروح انا الله يرزقك ويفتحها بوجهك امشي خلينا نتمشى انا وياك لو تريد تعوفني وتروح زعلتك شو رحت انت ما قلت لي شو لا دا احاول اختلف عليك لا لا اختلف عليك لا 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 صارنا مقام صار اي الله وياك سلم لي على اهلك الله يسلمك الله يرزقك ان شاء الله ذني كل تبيع رزق الجميع اوكي الله يصير دكتور الله يسلمك يلا باي 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 حبيبي الله وياك كل الهلا مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم بهاي الحلقه اللي صدق بيها طاقه حلوه مرحبا مرحبا حياك شلونك الحمد لله انت شلون شخبارك. الحمد لله يعني زينه انت شلون صحتك الحمد لله ام منو ام امير ام امير امير صغير لو كبير لا طبعا كبير ليش طبعا كبير ليش تيام مواليد حتى هو طبعا كبير 93 وطبعا كبير الله يستر عليك الله يسلمك قد عمره امير 11 سنه الله يحفظه عليك يا ربي انت ايش قد عمرك 6 سنوات زين ايش اسمك مريم مريم خلي حمزه يشوفك هلو هلو بمريوم مريوم طلعتي من الأول لو بعدك بعدني بعدك مداومة أول تدرين كم طفل أشوفه عمره 6 سنين راح ثاني مرات أقولهم يا ربي والله إحنا كنا 7 سنين يلا نروح أول زين أنت بعدك وياي على القديم أي عافية تعوفيني وتروحين أول عافية عليك أو تحبي ماما أو بابا بابا ليش أروح أنا راحت أم أمير ليش تحبين بابا بابا يطلع صار لي ساعة ساكتة وخجلانة يوم بابا وماما سويتي مشاكل أنا أدري ليش تحبين بابا انا بابا يعطي مصرف يعطيك مصرف ماديه انت يلا الحمد لله الفلوس مطلوبه يا دي يعطيك مصرف الف اعطيك 2000 وتحبين ماما اذا اعطيك 5 تعوفين بابا تبيعي لي ب 5 تبيعين بابا اي 5 تشتري بيها 5 ايام تبيعين بابا زين اعطيك 25 تبيعي وايل 25 زين انت شنو تحبين فاطمه قيدار يا كلمة يعني شنو أكثر كلمة أقولها؟ كلمة عمري يا عمري ما أقولها هيك أنا ما أقول عمري شلون أقول سوي هي عمري عمري سألكم سؤال؟ عادي سهل صعب؟ سهل أكيد الله عليك سهل كافي هسه القهر اللي أنت فيه نسألك سؤال تعرفين برنامج الانستغرام؟ لا ها بعد شلون ما متابعتني؟ أتابعتش بالتيك توك
والله زعلتك. ليش؟ انا هسه ترجعين تنزلي الانستغرام وتكتبين فاطمه قيدار وتتابعيني تلقيني بصف اسمي علامه زرقاء وحسابي ب 2.7 مليون ان شاء الله. دير ما شفت عاد تصير 3 مليون ان شاء الله النجاح الدائم. ليش ما منزله الانستغرام؟ عندي بس ما متابعتك. ليش ما متابعتني؟ شوف الهضيمه، شوف القار، شوف الضيم، ليش ما متابعتني؟ تابعتك بالتيك توك. ويعني اذا تتابعيني بالتيك توك ما تتابعيني بالانستغرام؟ اشعارك كلها يمي. بس هاي هضيمه قهرتيني. لا شلون انا الم بيكم واحد واحد هيك اجمعك اسوي لكم عشيره كبيره. طلعتي ما متابعتني هسه بالتيك توك متكفين؟ لا ماني حبل انستغرام. انا الحكي بعد تيك توك بيت عيالي، الانستغرام بيت اهلي. انا ماخذه ميان على بيت اهلي. زين لا عاد حتى امك بيت اهلك. الانستغرام اوكي بيا سنه تم اصداره؟ بما انك انت ما متابعتني بيا سنه تم اصداره؟ 18 19 ما ادري. انا صار لي 5 سنين منزلته، تخيل انا عرفت اخر وحده بالدنيا. اسالي زوجي موجود، قولي له. وين زوجك؟ وين زوجها؟ حضرته وينه؟ لا روح حضرته ويطنم. وين؟ طالع رجلي وين زد انصني؟ انستغرام يا سنه تم اصداره؟ الانستغرام يا سنه تم اصداره؟ انت عندك وجهه نظر. 2011 بس جوابه مو صحيح. يعني 2010 شنو؟ اوكي بس انت متاكده لو شاكه؟ لا متاكده 2010 صرتي متاكده. ماكو هيك تلقوا فيها من عيوني لسانه. صحيح. بس شو اسوي؟ يعني انا ما عندي انستا، قولي 2010 ها هي. لا انت عندك انستا بس ما متابعتني عزيزتي. انا زعلانه تراني بالجود اسوي اللقاء. تراني راح ابكي. اتذكر شعر من شعرك راح انقارن. ولا شعر؟ كلها انقارن. اسمعي يا حسافه يا حسافه انباعت العشره بدراهم. اي والله. كان وجه الوجه يرهم، هسه صار الكل شراهم. والله صحيح. والله والله صحيح. شوفوك بخير. وعافية. بما أن الانستغرام نزلتي بكيفك وكم أصدارة على مزاجك راح ننطيك هدية. شوفوك بخير وعافية. هذه هدية مقدمة من رسل العزاوي سبا بالعامرية بشارع العسل داخل جيم تيتانيوم الطابق الثاني. تروحين تعطي هذا الكارت وتدللين أظافرك نفسيتك. ايش بيك وما عاجبك؟ مريضة بأظافر. أقول لك أنت ما مقتنعة. أعطيني ملابس عيد. مين يجيب ملابس عيد؟ أبو كوز محل ملابس ثاني. أنا أبو مول. راح أروح هيك أسوين وأرجع. من لا تشارة؟ من لا تشارة. زين أوعدك وعد تروحين الرسل وتسوين أظافرك وإذا عفتيها عاتبيني. شوفي أظافري. شوفي جمال شغلها. أي خبل وهذا مو جلها، أظافري حقيقية بس أصبغ عليها. بس والله بس كفر جل. على اظافر شاي الحلوه تسوي لك كفر جل، بس مو تصيرين زبونتها وبعدين تاخذيها من عندي ترى يا صديقتي. اوكي؟ ترى تلبينها نستا. الله يبشرك بالخير. ها قصدك نستا اللي انت ما متابعتني منها. راح تتابعيني ان شاء الله. شو تكتبين بالبحث؟ شو اكتب؟ فاطمه قيدار. شو اكتب؟ كتبي عمري. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. كل هلا. مشاهدينا الكرام ما اقول جتني ضاده لازم اضحك. احنا مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم بين اهلنا وناسنا من مختلف مناطق بغداد وحتى محافظات العراق. شوفوا مشاهدينا خلينا نتفق اتفاق ونضل حبايب. تدخلون على الانستغرام هذا العلامه البرتقاليه الورديه، تروحون بالبحث تكتبون فاطمه قيدار وتتابعوني لان انا احبكم. يعني ما يصير تتابعوني بالتيك توك وما تتابعوني بالانستغرام، يعني وانا احب الانستغرام اكثر. صدق اني وصلت مليون يعني على التيك توك. باركولي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك. اشكرك. شلون صحتك؟ الحمد لله. انت شلونك؟ ان شاء الله. احنا سامعين بيك وتابعينك طبعا. انا من كركوك طبعا. تشرف على راسي. مترجم الاخ التركي هذا هنا على راسي ويحب العراق يدي يحكي وياكم شويه. اياك شلون العافيه. يا شلون؟ مساء الخير. عليكم السلام والرحمه. تشرفنا. اقول احنا جدا سعيدين بوجودك. Çok sevindik. Sen geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ülkeniz her gün gittikçe güzelleşiyor. يوم على يوم اشوف البغداد يصير حلو وانا كيف كل ما اجي اشوف شيء يتغير عندكم كلش حلوه. هي هي مشكله اللي ما يتابع المسلسلات التركيه يضل صافي ما يعرف يحكي له، ولكن ما نعرف بس اني سيفيورم بس هاي بزنس از سيفيورس. احنا هم نحبكم. شكرا. قول له حياها الله ونورنا ببغداد. بغداد جزيل. هذا مكان الثاني. Çok teşekkür ederim. Biz burada ticaret yapıyoruz. يسوون تجارة ويا بغداد. قيافتري يبيعون. شغلهم وينسكيتس، عندهم وينسكيتس، شركة وينسكيتس معمل عندهم، يسوون ملابس الأطفال. حلو. طبعا هنا من تركيا نجيبهم للي شو اسمه ندز العراق. نعم. ووين بغداد كرخ لو صافر؟
رصافي طبعا اكثر شيء عندنا معامل، عندنا معامل هنا همين يعني انتم توزعون لعده محلات بالكل خبر رصافي خيط وندز لهم اي وال... ابو الموديلات هو نفسه تكين افندي اسمه تكين من تشرفنا اهلا وسهلا çok sağ ol teşekkürler. Kul el helebi ve hayyakum. Ülkeniz çok güzel, insanlarınız çok sıcak. Beşeretkum yani naskum kulüş tayyibin ve karibin an nas. Hayyak, şükran, çarra. Seviyoruz. Nehebkum kütir ve inşallah nitiqi min cidir. Maşallah daim eyliz. الله ينطيكم العافية والصحة إن شاء الله للعراق كلها كل خد جد الله يخليكم وحياها الله وأنا باسمي وباسم كل العراق أشكرهم وما أدري إذا هم يعرفونا لو ما يعرفون biz bilmiyoruz. Bunlar bizi biliyorlar, bilmiyorlar. Biliyoruz sizi, çok iyi biliyoruz. Narufkum, ziyan narufkum. Şu an narufkum. Yakından takip ediyoruz. Yani şofkum, bittik tom. Sonuçta konuşuyuz. Tamam. Bağad lahad yahçı uyaya. Ani mutabiini hatta etrak. Ebed ma tahatça. O halicin, o arab, o masriyin, o suriyin. Gül ente haletni ani şumuh. Ben çok şükür getirdim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederim. Biz de sizi Türkiye'ye bekliyoruz. Biz de yani hani ننتظركم على تركيا تجونا نضيفكم ان شاء الله هذا حمزه حمزه قول له خلي كل حمزه لازم تجيبه لتركيا سوي له حمزه قالت لازم تركيا تركيا قال حمزه تركيا قال ما شاء الله تشرفني اشكرك ان شاء الله يخليك انطيني الهدايا اشكرك انطيني هديتين ها اوكي انا اختار شنو هالدلال الحلو طبعا انا كلش تشرفت اشكرك وحياكم الله وكل الهلا بكم دا ادور لكم فد هديه جميله حلوه طيب استاذ عائلتك وين Yani onu almayalım. İstanbul. Bizden birine siz verin olur mu? Yugul, bizim adımıza. Ala ismi enti ala gher vahid. Gül, hiye hayal hediye mukaddeme min indi bi ismi al-barnamaj. Tamam. O huve hur yistekdimha au yehdiha al-ahad. Dedi sen özü kendi kime verirse verirsin. O hadil hediye mukaddeme min Tuma al-Azzawi, Seyyid al-Halib. Yeruh yisavi nazara, yicerrubu şugla al-Iraq. Gözlük yapabilirsin inşallah. Çarrafna. Çok teşekkür ediyorum. Başarılan dayım eylesin. İyi akşamlar. Selam. Aleyküm selam. مشاهدينا الكرام يا هيبتنا وفخرنا وجمال متابعينا متابعين برنامج حظك حلو مع فاطمة قيدار كل فخر كل حماس وكل قوة وإصرار حتى أني أقدم أكثر وأنجز أكثر وأكون دائما أحسن من المستوى اللي إحنا وصلنا له وإن شاء الله نوصل له بالمستقبل القريب جدا جدا حياكم الله بكل وقت وإحنا أكيد نتشرف بكل متابع إيش بيك ليش راح تبكي ليش ضايق ضايق ليش الصدرية بظهري ها يا أمي ليش الصدرية ها المايك قول يا الله المايك شنو هي ليش شنو منو؟ لا عزيزي نتخارب اي والله بس عني صيتش قلقت بس عد اعدل لك الصدريه حبا مو عليك مو عليك شنو لا تعدل عوفها عادي عوفها شنو اسمه فهد 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 شو ما طايق روحه ما طايق روحه محتار محتار حاره انا حاره متعود انت والده صح اي نعم سبحان الله نسخه والله حمزه حسن الله لك قدم كلوز نسخه فهد وابو فهد واحد ماكو فرق ها شنو شنو ما حمزه يقبل انطيك اللوجو اقعد حر عيني حر الدنيا عليك عمره 7 الله كل يا الله عوف المايك الله يحفظك يخليك الله اول طفل عندكم اول طفل ان شاء الله الله يحفظك خليك الله يبارك يرزقكم الصحه سلمك انتم من اهل الكرخ ولا الرصافه؟ احنا الكرخ الدوره حياك الله كل شيء تجول المنصور والله كل فتره يعني كل اسبوع لا لا يعني كل اسبوع فهد شو يريد ويا المايك؟ ابطل هو يقدم الحلقه هو زعل كيف ما اعطيتي المايك هسه زعل؟ مو انا اذا اعطي المايك حمزه راح يزعلني يعني هو يزعل لو انا ازعل كيف؟ هو هسه خطيه تهزوله هيك هنا اي حبيبي؟ اي لك هديه تعطيها لماما؟ او لا تعطيها لماما لا تعصب هاك هذه هديه مقدمه من توما العزاوي شو ما عاجبك؟ هاك يلا لا تزعل شكرا الف عافيه تروح المدام تسوي وجهها ترتب نفسها بالف عافيه شكرا جزيلا شكرا جزيلا مع السلامه احنا بالمغرب ان شاء الله حبيبي انا عمري على راسي وانا اتشرف في دول عيونك كل الهلا مشاهدينا الكرام مرحبا هذه الكرام مرحبا شلونك زينك شلونك زين الحمد لله حوراء من وين من بغداد كرخ اوكي جاي كل جاي تجي للمنصور ما هي مو هاي تجي ما تحبيها لا يعني ما نجيها هاي حلوه المنصور يا صاحبي خمس
اعدادي ولا ابتدائي؟ ابتدائي. صدق؟ والله. يعني يا عمو 2011 بس شنو؟ تاركة سنتين المفروض يعني اول متوسط. عافية عليك، تستمري بالدراسة ولا تبطل؟ هاي السنة قعدت. عمري تدللي. ها؟ شنو؟ اي انا هاي السنة قعدت. هسه قعدتي؟ ليه؟ مو رحنا الاربيل؟ قعدنا هناك وهجينا هنا البيت عمي. هسه مدى الدوام؟ ممكن ترجعين الدوام؟ هاي السنة تجي. الله ان شاء الله بسلامة يا رب تداومين وتتخرجين وتصيرين بطلة. اوكي سلمي لي عليك. الله يسلمك. مع السلامه. مع السلامه. شوفك بخير. باي. كل الهلا مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين وياكم. عادي اكمل الحلقه ممكن؟ ما يخالف مشاهدينا الكرام، اعتذر لانه انا من اكون بالواجب. حياك الله اغاتي، اهلا وسهلا بكم. كل الهلا بيك، والله احنا سعداء اليوم بلقائك. هلا. الله يخليك. والله انا من بغداد، من مدينه الثوره، واحب اوصل رساله عن طريق قناتكم شرقا وغربا للي يريد يخربون الوطن. زين ما خلص الصوت، خلينا انتزاعي الفرصه بس نص صوت. ما اقدر انصي، الحماس ماخذني وما اقدر اقول. توهموا بيك انت طحت، وتكاثرت عليك السكاكين، بس ما دروا بيك انت مارد وبلعت كل الثعابين. صحيح الذياب هواي العوت، بس تبقى الاسد حامل عرين. الرادوا يفرقونك يا وطن، من الفلوجة نقلهم احنا كنا متحدين. الرادوا يفرقونك يا وطن، من الفلوجة نقلهم احنا كنا متحدين. والدليل انا مسلم وصل عربي، بس اموت على الكرد واحب كل المسيحيين. وسلام لكم وكل الحاضرين. وصوتك يا ابو صوتك. يلا خذي صورة. حياك الله. اكمل الحلقة تسمح لي؟ اوكي. احنا مكملين وياكم. سوري ما خليتش تاخذين صوره، بس كان لازم اصور. اوكي عمري والله. احنا مكملين وياكم، يعني عادي لازم اخذ فاصل. قبل ما اخذ فاصل احب اقول شكرا لكل رعاة البرنامج اللي هم السبب بابتسامه جميله نزرعها على وجوه مشاهدينا او مشتركينا اللي يشاركون ويانا بكل حلقات برنامجنا. اما شكر خاص مقدم لمعمل الشاو للالبان والايس كريم فخر الصناعه الوطنيه. نروح نشوف المعمل، معمل الشاو، ونرجع لكم من جديد. هيداد وبيداد شنو هالكآبة؟ منو بالمنو احنا وجيان؟ يا هابا يا هابا يا هابا وريابة شنو لولو شنو هالحر؟ ماكو شي بارد يفوت منه. يا هابا انا والله اجا. منو اجا؟ شياو. ارا اجا هاتو اجا وهاو، مو ثلاجاتي شياو، ايس كريم وشلورة وموتا خويان بياكل اجا وهاو. يلا كلكم تعالوا هنا، اطفال شباب جنو كياو، يقطع الفيتامينات ذوق شلوري شياو، ينزل بارد على قلبك بالبصرة القومي في الله، بصرة تقومي في الله. أنا انطيني آيس كريم شياو، صب للجماعة وناس ياو، أنت لكل واحد موطة الناهي وناجي وسبا. حتى شوف هاي بزونة قامت تحكي تقول شياو، قامت تحكي تقول شياو، قامت تحكي. شياو أجوى الطعم، مواصفات عالمية وبجهود محلية. مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام بحلقتنا لهذا اليوم داخل المنصور الحبيبة بالكرخ، وتحديدا الشارع اللي يربط بين أبو جعفر المنصور والرواد. شارع كلش حلو، بيك هواية ناس، عوائل، شباب، بنات. مرحبا. أهلا وسهلا. مية هلا. الله يخليك. والله الحمد لله بخير. خير وعافية. الله يحفظك. الله يسلمك. أنت من وين؟ بغداد. كرخ لو رصافة؟ لا أكيد كرخ. كرخي؟ طبعا. شلون الكرخ وياك؟ والله كلش حلوة. ما مضوشتك؟ لا بالعكس، حتى ازدحامات ماكو. زين الحمد لله، شوية اكو سلاسة بالطرق. هاي طبعا. اي لا الحمد لله. ابو منو لو بدون؟ ابو ايمن. الله يحفظ لك ايمن. شقد عمرك؟ 91. تحسبي بعد شنو 91؟ مواليد؟ لا ايمن. ايمن 11 سنة. ما شاء الله. اي الحمد لله. صلي على محمد، يعني كش كبير. اي ما شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يحفظك. بس ايمن عنده؟ لا ايمن ومراد ولد اثنين. اي اثنين. الله يحفظهم عليك. شلون كانت تربيتهم؟ والله زينه نوعا ما، اكيد بيها صعوبات بس زينه. عليك لو على الوالده كانت؟ لا اكيد كلها علي. انت ربيتهم اكثر من والدتهم؟ اي لا لا هو اثنيناتنا. هي اللي تتعب يعني اكثر طبعاً. صحيح. هي طبعا. الله يحفظها عليك. يسلمك. الله يحفظك. شنو كانت اصعب فتره بحياتك؟ والله هي كل الحياه صعبه، بس يعني هي كلها تمشي.
يعني كل فترات حياتك كانت صعبة؟ اي تقريبا يعني مو مسؤولية، انا ابو والدي توفى من وقت يعني الله يرحمه، مسؤولية شوية الحمد لله، متعوب مثل ما يقول، عافية متعوبة يعني هيك كبرت من وقت مسؤولية وهم الزواج صار من وقت فأكيد تتعب. انا تقريبا 34 سنة يعني كافي راح لا مو كافي، ان شاء الله العمر كله إلك وربي يوفقك ويفتحها بوجهك ويرزقك من حيث لا تحتسب. الله يسلمك. لا تقول كافي على شيء، لأن طول ما أنت على رأسي على رأسي اتشرف. شكرا، الله يسلمك، ممنونة. لازم أنت اليوم تبقى تسعى طبعا. أنا أحس أنت وصلت هسه مرحلة يعني لا اصبر نتفاهم ان انت عبرت لا مرحلة لا السعي. ايه لا لا حسب مرحلة الحصاد لا ايه طبعا الحصاد ايه. اوكي استقريت نوعا طبعا ايه الحمد لله. شنو نوع الاستقرار اللي وصلت له؟ يعني هو الاستقرار العائلي هو اكيد يعني كل الامور يعني الحمد لله ماشي مستقر تمام. ايه ليش تقول مرحلة اليأس؟ لا اقصدش على عمر 34 مو شوي 37 يأس 34 يا الظالم انا عبالي 37 تعب تعب شوي كلش صغير 34 اي يعني اي لا الحمد لله ما شيء اصلا انا اشوف الثلاثينات هي مرحله الوعي هي طبعا الثلاثين طبعا هو هذا مرحله الشباب استوى يعني بدايته ليش مأيس انا تعبنا من الصغر زين انك بما انك تعبت من الصغر اي ناوي ولدك بعد ما راح اسالك شلع قلبك بما انك تعبت من الصغر ناوي تتعب ولدك بالمسؤوليه بالعكس يعني كل شيء جاء اخليه يعني يكون هم نهائيا ما يتعبون يعيشون حياتهم طبيعي ما تريد تعيشهم العشته لا لا ابد 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 العشته صعب اي طبعا يعني من الصغر شغل وتعب وهاي اسوء سنه مرت عليك والله اسوء سنه دير بالك تقول كلهن اعوف اللقاء واطلع لا تقريبا لا ماكو اسوء سنه كل سنه صعبه والله ماكو تقريبا هسه انت وصلت مرحله الياس بعمر ال 34 وهسه طلعت ولا سنه انه كلهم صعبات لا كلهم صعبات زين احلى سنه مرت علي والله تقريبا هاي السنه شويه يا الله يا رب يا رب يجعلها الشغل استقر يعني شنو شغلك؟ اداوم شركه امنيه يعني استقريت هذا الوظيفة اي الوظيفة يعني معروف وقتها راتبها اي هو اهم شيء هذا الشيء إيه. ما تشتغل شغل ثاني؟ لا بس هو هذا حاليا يكفي؟ اي طبعا الحمد لله الحمد لله والشكر يا ربي دائم الله يسلمك زين شنو اصعب طلب يطلبوا منك العائلة؟ والله المسواق يعني تروح للمسواق وراح تزولك بعد جيب لنا خيار جيب لنا طماطم يكتبون كل نسوي ينسون؟ اي طبعا ينسون بالغدا ماكو خبز اي هاي ماكو لبن اي من هذا لبن وخبز والبيبسي عندهم اهم شيء الله يحفظكم ان شاء الله شو توجه كلمه لزوجتك؟ والله الله يحفظها لي ويحفظ الجهال ووالدتي اهم شيء واخواني الله يحفظهم لك سالتك لزوجتك قلت لك العائله كلها ايه الله يحفظها لي يعني احبها الله يستر عليك الله يسلمك انا اسالك سؤال؟ اي سهل لو صعب؟ لا سهل شقد سهل؟ وسط وسط مو كلش يعني اي نتعلمنا يا ربي يا ربي لك شنو هسه انت ناي هنا ناي يدق لك وانت تبكي والله كان اذكر ولدي هنا يعزف قبل سنه يمكن شو موجود هسه يعزف لك هنا يعزف لك يا حريمه اي عافيه انت تبكي لا تعودنا بعد اقول لك عندي طاقه ايجابيه احنا في شهر السادس لا توخر انت تابع دائما يعني طاقتك ايجابيه الله عليك لا توخر من عندك طاقه يا عمري شويه تعبان شو التيك توك انا مو تعالي هيك اروح ويا بعد صحي ماما حتسوي لقاء ماما اي روح صحي وتعاي اوكي يلا يلا روحي صحي وتعاي بطله اي اي سؤال الوسط قبل الوسط انا انسان احب اضحك رغم كل الصعوبات اللي بحياتي ليش تتايس لا لا بعد كله تفاؤل هسه الله عليك على اللقاء الجاي تفاؤل الله عليك وعد تبتسم على طول طبعا اي طبعا ماكو يأس لا ماكو دق حزن لا لا بدايه جديده يا الله يا رب اصلا وسط ما بطلت ما يلا اوكي لا لا ما سلام اعطيك هديه ما السؤال والله راح اسالك سؤال سهل اوكي شنو اكبر قاره بالعالم؟ اسيا صغيره شو؟ قاره اسيا اسيا صغيره افريقيا حتى اسيا زعلانه منك ليش؟ يا اسيا صغيره هي اكبر قاره بالعالم اه يعني مو افريقيا؟ ها هي افريقيا يا 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 عز عز اسيا اسيا
لا انا لو علينا لا اسيا وياك والله ثبت ثبت يعني. اكيد اكيد اوكي جوابك صحيح زين ليش تتبوع هنا لا شوفوا المنهج كامل ليش تتبوع ريده ما جاي اقرا على وقت قدم الحلقه روح لا لا انت قدمي والله بس ما جاي اقرا خاف ما تشوف شوف عمر الياس عيونك ما تشوف راح نظرك لا لا زين نظرك 6 على 6 والله يلا صحه وعافيه هذه هديه مقدمه لك اشتراك من جيم تي ان تي باداره الكابتن علي الجبوري بأسيدية مقابل جامع الهدى اشتراك شهر كامل يكون مجانا بألف عافيه شويه الطاقه السلبيه حركها اهم شيء الطاقه السلبيه تروح وايجابيه شويه اشتري طبعا اهم شيء ايجابيه اضحك من اليوم ايجابيه والله طبعا وعد وعد مني يا رب ان شاء الله الخير يكون حليفك بكل سنواتك عين الله يوفقك مع السلامه الله يسلمك مع السلامه حياك الله مشاهدينا الكرام ما ادري هي مشكله ما ادري نعمه برج الجوزاء مواليد شهر السادس احنا نحب نضحك وما نحب التشاؤم ما نحب الابتسامه الحزينه ما نحب الوجه الكئيب ما نحب الكآبه رغم ان ظروف الحياه مثل ما هي صعبه وياكم صعبه ويانا ومثل ما اكو حزن عندكم عندنا حزن مثل ما عندكم تعب عندنا تعب بس هو سبحان الله برج الجوزاء عندهم ابتسامه مو طبيعيه يا ربي شنو الجمال حبيبي مرحبا انت احلى عمري والله الله يحفظك شو اسمك الله يسلمك سرا شنو الجمال انت احلى حبيبي ستايل شد معجبينك عمري اتشرف شلونك؟ الحمد لله تمام انت شلونك؟ الحمد لله انا زين الحمد لله وشكر تعرفين شهر السادس احلى شهر فاطمه الكيداري شلونك؟ زينه عرفتيني؟ لا والله نقلب طلقات لازم علي لازمه انت شعر ثاني حبيبي ايش قد عمرك؟ 24 24 يعني صغيرونه شنو الهدف اللي حققتيه بال 24 سنه؟ تخرجت هاي السنه عمري من شنو؟ أجهزة طبية محطة صعب معهد؟ إيه الله يساعدك بطل الله يسلمك شنو الحلم اللي بعدش ما حقق؟ والله أنا أطمح لهواي أحلام بعدني داس عليها أول شيء إنه أنا خلصت الدراسة زين بعد فت حلم أو هدف متعلق إنه أشتغل وأستقل ماديا حلو بعدش ما مستقلة ماديا؟ إيه تقريبا بعد تحتاجين فت فترة و... اضيف شغل اضافي التعيني حلو كلش حلو زين احكي لي انت من النوع اللي يدرس 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 ويجاوب نص ونص لو يدرس نص ونص ويجاوب زين لو ما يدرس ويجاوب زين لو لا يجاوب ولا يدرس لا ادرس هوايه على طول الوقت مرات بس يعني اجاوب شلون زين يعني زين يعني زين شو ايش ناقف انا وياك هنا نطلع احلى شو تقولين اوكي يعني جبت شلون هسه لا الحمد لله ها اكيد معدلاتك او سعياتك انا طلعت من الاوائل بالسادس ما شاء الله ما بعرف شو تريدين بعد زين بما انه عمرك 24 سنه مواليد اي برج ثور شنو مميزات من النوع الهادئ بس وقت اللي يجمع بقلبه يكتم ايه بعدين لا يوصل حد وينفجر انفجرين ايه واذا انفجرتي لا مصيبه صدق يعني عرفوك العائله ايه بس نوعي كتومه كلش يعني تعدين وتعبرين ايه اعبر اوصل الحد خوفين شو احنا الجوزائين حبابين قبل ما يعني مو حبابه ايه زين شنو ان شاء الله ناويه تسوين بالسنه الجايه او على السنه الجايه يعني احنا هسه بشهر السادس يعني قطعنا نصف سنه مو صحيح شنو ناويه او شنو مخططاتك للسنه اللي جايه تعالي نكون هنا شنو رايك تعالي وياي مخططاتي انه اشتغل قبل يطلع تعيني تعيين مركزي ناويين او تعيين مش تعيين مركزي لان اجهزه طبيه اوكي اي فاشتغل لحد ما يطلع تعيين ويكون عندك شغلين اي يا رب تكوني موفقه الله يسلمك صحه وسلامه وعافيه الله يسلمك سألت. الله يقلبك عادي سهل او صعب كيفك الله اوكي لا نختار سؤال سهل تمام انت عارفين التوقيت انه يكون يا اما 12 ساعه يا اما 24 اي صح اذا كانت الساعه 17 ايش قد يعني على نظام ال 12 ساعه عاد تغيرين ليش حسبي يعني شلون يعني هو نظام ال 24 مو يبدي بعد ال 12 الوحده ايش تنحسب يعني قز اي ها وياي ساعات
ها مو جاية؟ لا غير البيت ما بيش مجال؟ قفلت لا مفاصلة من ورا الدراسة. ما تريدين تفكرين؟ صار يوم وين يعني من كملت. اوكي يعني نغير الهاية السؤال؟ اي اكو بيت ما بي لا شباك ولا باب. بيت الشعر؟ شنو؟ ها؟ شوفي من تفكرين بعد من الله يهديك شو تفكرين؟ شلون حبابة وجابين عدل مو صحيح؟ صح الله يوفقك حبيبي وفرصة سعيدة. عادي تحكي ويا ماما لأن ماما من أشد معجبين. حاضر يلا بكة نحصلها. ليش ما نحكي وياها تأمرين أمر؟ هذه هدية مقدمة إلك بما أن أنت بالمنصور وسلطانة لينو مكانها بالمنصور مقابل الحلواني مري لها. أخذي هديتك من عندها بين ما تحصل خالة. هاي وياك فاطمة. تحس بيك. هاي وياك فاطمة يعرفت يعني مرحبا. هلو خالة. هلو يا روحي. شلون؟ عيوني. عمري. شو قلبك؟ شو عمري؟ يا عمري خالة شلونك؟ ان شاء الله بخير. يا رب نفسي سبحان الله احكي وياك. يا عمري خالة هاي صورة منو على الواتساب؟ ابن اخوي. والروح الغاية شلونك؟ زين الحمد لله اقول لك خالة. صورة منو هاي على الواتساب حفيدك؟ هاي حفيدي ايه؟ هذا المدلل هو الوحيد عندك؟ ابن ابني. عيوني هسه عوفينا من عندها هسه في الليل انت تدرين اني من معجبين. انا اغلى من حفيدها. عمري خالة اتشرف. على علاج حفيدي. بدو الك جمالك ولاخلاقك هاي اخلاقك وهذا البداع ما تشطين. يا عمري. شكرا خالة خجلتيني. عمر والله بنفسي بنفسي اشوفك اخذت وياك صور. عمري خالة اتشرف فدوى لوجهك ابويا انت كل الهلا. تدري حالي كله داير يعني ما مصدق تحكي وياك. يا عمري اسم الله على حيلك خالة فدوى لعمري صحة وعافية جرفنا. فدوى لقلبك. عمري خالة يعني هذا اللقاء يعني هذا الابداع الحلوة الاخلاق تعرفين يعني تخافين والله العظيم. خالة خجلتيني شو اكمل الحلقة؟ والله شلون اكمل الحلقه هسه يعني هسه هسه بمجلس يعني يمك ايش ببالك بس اشوفك يا حفظي يعني هذا ما يكفيني يا امي. شكرا خاله انا اتشرف تشرفنا والله يحفظ لك بنتك والاولاد كلهم يا رب. عمري خاله مع السلامه. الله يسلمك كل الهلا ابويا حبيبتي الف هلا الف هلا كلش فرحت بدوى القلب سلمين وتشرفنا وسلمي بدوى العمر ان شاء الله يسلمك عيونك مع السلامه حبيبتي. يا فرحتي ويا جمال كلامكم ويا حسن استقبالكم اذا كان بحب واذا كان بدعوه واذا كان بابتسامه واذا كان بكل ما تحمله الكلمه من معنى للمحبه والسلام اللي قلوبكم هاي الطيبه النظيفه دائما توصله لنا. شكرا لهذا الكلام الحلو تشجيعكم لنا هو الحافز اللي يخلينا احنا دائما مستمرين بتصوير. تسوي ليكي تعالي اروح لها لعاد شلونك؟ زينة شو اخبارك؟ مرحبا الحمد لله. شو يصير منك؟ ابوي ممكن تجي ويانا شلونك؟ اهلا وسهلا شلون صحتك؟ طبعا هي من متابعينك الله شاهد على راسي يعني يوميا تجيني تعال طلع لي هذا تعال طلع لي فاطمه امان صوتهم خطيه ليش؟ احبك والله انا يوم احبك يا عمري انت شلونك؟ هسه تحققت امنيتك ها؟ اي كانت امنيه يعني؟ كل ما نجي لهنا نقول بلكت اشوفها بلكت اشوفها نظل بالمول نظل نفتر هذا فهسه شافتك يا عمري شلونك؟ زينه. شو اسمك؟ لارين. لارين ايش قد عمرك؟ 11. من ياسف رحتي لياسف؟ من خامس للسادس. مستعده للوزاره؟ متحمسه؟ كلش. أنا لو منك يعني ما أتحمس هواي. لا أنا متحمسة. شنو أصعب مادة عندك؟ أصعب مادة؟ اجتماعيات. هي مملة صراحة. سهول وهضاب وجيب وودي. إي. زين بما أن أنت ما تحبين الاجتماعيات دجلة والفرات. يا نهر منهم يمر من بغداد؟ دجلة. أوكي وشايفة الفرات الأوسط؟ سامعة بيهم ما رايحة الكربلاء؟ لا. اوكي بكربلاء اكو نهر شنو اسمه؟ كربلاء ايوه يمر من الفرات الاوسط. ما تعرفين اكو نهر اكو احنا بالعراق شعدنا مو دجله وفرات؟ اي واحنا هنا دجله الخير بغدادنا؟ اوكي اي اوكي بالفرات الاوسط لعديانها بالفرات الاوسط؟ مبين
محافظات الفرات الأوسط يا نهاري إذا يمر من بغداد دجلة العد من الفرات الأوسط يا نهار من الفرات الأوسط زين هو كم نهر أصلاً بالعراق؟ نين منو منو؟ دجلة والفرات أوكي من الفرات الأوسط يا نهار إذا بغداد يمر دجلة هناك من يمر؟ فرات يا الله ما شاء الله ما شاء الله يلا تنحسين يا معودة ضمها عمي ضمها حرمان لا تنحسش عاد قلبي زين وين يلتقون دجلة والفرات؟ بشط العرب الله وين صاير بالبصرة بالخليج العربي وعافية بالبصرة الحبيبة يعني شوفي جمال العراق من شماله لجنوبه مرتبة يلا هذا شعر حلو لو مو حلو جن يا هو كيفك انت ايش حافظه يعني تريدين شعر اي شعر اشوف كل الناس تمشي على دربي بس انت العكس الناس تمشي على قلبي اشوف كل الناس تمشي على دربي وانت العكست الناس تمشي على قلبي يا عمري والله شنو شنو جمال عيني زين شنو تقولين لبابا احبك وبعد انت هديتي بالحياه انت بس انت عند بابا ولا عندك اخوان طوال عندي اخوان اثنين بس انت بنوته انت اللي مدلع يعني انت مسيطره يعني مشيتهم مسطره مو لا اي على قلبك ولا والله عناديه بشكل عناديه طلعت سوالفك تسوي تسوي اللي براسها تسوي تسوي اي عناديه بشكل هي تسمع كلام ولا ما تسمع لا لا تسمع كلام يعني تقفل على شغله اي هي. لا هي هم سوي هي أكيد هي ما تطلب أشياء غلط ومو صحيحة ومو بعمرها تخلي راسها براس أخوتها وهذا ما يصير هم ولي أكبر أي أكبر من هذا ما يصير مو إيه هم كبار هم شباب إحنا بنوتات صغار مو طبعا ما نسوي خالف نعيش طفولتنا وشوي شوي نكبر لحقين مو لا مو 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 عفى عليك بطلة منو أكثر واحد قريب عليك من العائلة؟ من مسار مسار شقد عمره؟ شنو؟ والله عرفت ها؟ ليش أنت مو القريبة البابا؟ لا يعني مدلل أكثر مني هو مدلل؟ مدلل كلش كلش مدلل شقد عمره؟ مسار راح الخامس 17 سلمي لي عليه تدللي يا عمري والله تشرفنا تسلمين حمد حفظك عمري عمري ربي يحفظك تسلمين لكم سؤال كيفك كيفك سهلة اوكي بما انك انت كلش ما حابه الاجتماعيات فراح اسالك سؤال شنو هي فصول السنه الاربعه بالعربي لو بالانجليزي كيف ايش حافظه بالانجليزي لا انا حافظه العربي لا ليش تقولين بالعربي او بالانجليزي بس سباعيه يعني بس حركات عليك هما بالسرعه لا انت شنو تدين بالسنه صيف لو شتاء كيفك انا ابدا بالسنه صيف اي وشتاء والخريف والربيع على راحتك احنا ما عندنا شيء انت اللي تريدي سوي اوكي صح اعطيني هديه هذه هديه مقدمه من زينه وزمرد ترسلي لها على الواتساب على هذا الرقم الموجود او تراسليها على الانستغرام تنطيها هذا الكارت وهي دزج هديه لباب البيت باكج من باكجات العنايه بالجسم والشعر والبشره بس شنو عود دزي لها هذا المقطع وقولها فاطمه تسلم عليك اوكي تمام مع السلامه باي يا هلا مرحبا اهلا وسهلا يا هلا مرحبا كل في تقول وش بس هوايه يا رب الجمال احنا مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام بحلقتنا لهذا اليوم من مرحبا شلونك خاله شلون صحتك اسولف شلونك يوم اهلا وسهلا حبيبتي اتشرف يعني اني قاعده بالمول وقد تكون اشوف فاطمه قيدار صعدت بالسياره ونزلت خلاص يعني حبيبتي فيك شلونك الحمد لله شلون صحتك والله الحمد لله بخير تطلعون وتريدون تشوفوني والله العظيم قلت لك هنا قاعده بالمول باوعت نزلت من السياره قلت لي اشوفك حمزه راح يخلينا يومين لا يقول الناس ده تنتظرنا ما ينطيني جواز طبعا هو لي واحد اللي يحب يشوفه يومية لازم يعني لازم أصور يومية يومية لازم ها. والله باع الأطفال شلون متاني يعني غير توقيت الحلقة ما نسوي خميس واحد نسوي كل يوم يريدك يومية نشوفه بشرك بالخير يا حبيبتي فدوى فدوى ولو عندك التزامات ودراسة اي والله وجهك انت متابعة الموضوع يا من عندي امتحانات اي متابعة ابو الثلاث سنوات يصيح بالبيت يا عمري عمري ماما شو اسمك
اقول له فلانه يا عمري ويسوي. شلون هالعائله؟ الحمد لله انا عندي الكبير اول هندسه معماري ما شاء الله، والبنيه اعداديه مرحله قسم الاعلام والتكنولوجيا ما شاء الله، وولد راح للثالث متوسط. متوسط ما شاء الله، الله يحفظهم كلهم بالمنصور يعني داموا. الكليات لا الكليه آشور ابو الهندسه، والبنيه بحي الجامعه مهنيه. شنو بالمنصور؟ المتوسطة كلهم تخرجوا من المنصور. الإعدادية اللي مدرسة إعدادية والمدرسة. أنتوا سكنت المنصور؟ لا حي هذا علي. لا علي الصالح. علي الصالح. المنطقة الساكنة فيها؟ علي الصالح. قريبة المنصور؟ قريبة إي قريبة. زين، أكثر منطقة تحبيها بالكامل؟ المنصور. يا شارع المنصور كبيرة. هو هذا كل الشارع حلو، ومنطقتي أحبها علي الصالح. حلو. كل هو تشوفي الشارع اللي يربط بين الرواد وأبو جعفر المنصور كلش حلو. كلش حلو هو، ونفه وكبير ويلم خليل. عامة الكرخ حلوة. يا رب اللي يحب الكرخ. كرخ خالة. أنت أم منو قلتي؟ أنا أم مهدي. الولد كبير مهدي. شو يمي؟ البنية حوراء والولد حسن. أوكي أم مهدي، شنو أمنيتك بالحياة؟ أمنيتي أم السلام على جميع العالم، وبالذات عندنا فلسطين يعني عاتنا أكيد، واللي أم العراق والسلام هم البغداد الحبيبة وكل محافظات العراق. يعني شوفين هسه من تحسين أنت هسه بهاي الأجواء تحسين أكو أمن وأمان ببغداد. يعني بيهروح. بيهروح. من يصير شغلة كئيبة أنت من يمش تتكئبين. لا أرادي أن تنقهرين. يعني أولادي يتخرجون، ابني إن شاء الله مهندس معماري، والثانية هم إن شاء الله كلهم يتخرجون، كل شباب العراق يا رب، ويبنون هذا الوطن. يعني رحيم بيهم. حبيبتي أشكر فاطمة فدوى حبيبتي. خالة شنو هي أحلى سنة مرت عليك؟ سؤالك السنوات هي كل سنوات حلوة. من هذا اللي كان يتشامر ايده خليج؟ سنة اللي كنت بيها بسوريا. احكي لي عليها شوي. يعني سافرت سوريا كلش حلوة. يعني شنو سبب السفر؟ هذا ليش تروحين بعيد؟ ما تحبيني؟ لا أموت عليك يا عمري. رحنا سياحة وبقيت بيها كلش حلوة. رحت سياحة سنة خالة؟ اي سياحة. وجيت احنا؟ لا رحت سياحة سنة. لا رحت يعني كسياحة وبقيت بيها سوريا. عجبتش الأمر؟ اي بقيت ورجعت. حلوة السياحة سنة. حمزة عادي جاهزة سياحة سنة أفتر ورجع؟ ولا يوم. انتي خالة أمي تريدين أداوم يومية سوى حلقة كل يوم. حبيبتي خالة أنا تشرفت بيك، وهذه هدية مقدمة من معمل الشاولي الألبان والآيس كريم، فخر الصناعة العراقية. احنا أول الناس اللي تدعم المنتج الوطني، فهذا الظرف إن شاء الله تستخدمي وتصرفي بالهنا. عبالي مكياج، عبالي صالون، ألف عام رح يأكلوها الموطة كلها الأولاد. هذا مبلغ مالي حبيبتي. ألف عام بس المبلغ مقدم من معمل الشاولي طبعا من خلال منبركم هذا الفلوجة، قناة الفلوجة. أدعي على يعني أدعوهم من رئيس الوزراء أو رئيسنا أو كلهم يدعمون الصناعة بالعراق. عندنا معامل، عندنا معمل نسيج، عندنا معمل ألمنيوم، عندنا معمل كل معامل بالعراق. هاي الطاقة الشبابية ليش إحنا نجيب غرباء لبلدنا البنغلاديش ولا الهندي ولا السوري؟ خلي يجون شبابنا كلهم ذول يدعمون هالمعامل إن شاء الله. أتشرف. شرفنا حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. أشكر. إن شاء الله إحنا أول الناس الداعمة للمنتج الوطني. إيش ده تصور؟ تعال بس شو دير، خلي أشوف، حول الكاميرا عليها. مرحبا. شو يعرفوني لو لا؟ شو ما يعرفوني؟ ده يضحكون. ما يعرفوني. بلا يعرفوني. وين يعرفوني؟ خالة حدا واحد يعرفني. شو ما يعرفوني؟ وين أحد؟ كتاب فاطمة؟ لا ما عادي. شوف ما يعرفوني. عرفوك ما يعرفوني؟ راح يعني انت تعرفني سوري يعني. حياك الله. لا عوف اللايف خلي يشوفونه. ارحب مليون. حياك الله. على راسي اني اتشرف. شنو هاي ما يعرفوني؟ ترى اني هسه ازعل. يا الله قولون عرفها قبل. شنو قولون عرفها؟ تغش. حياك الله شيخة فاطمة. يا الله ثبت عيد. شفت شلون شنو تغششهم؟ قولون عرفها. غير هم لازم يعرفوني. هم لازم يعرفون. هم متابعينك يعرفونك اكيد. يعرفون. شلون تغششهم انت؟ ما غشش. طلع وجهي. شلون طلع وجهه؟ عطي التليفون انت. شيخ جلد خليني على حمزه. حمزه يطلعني احلى من ما انت تطلعني. والله شوف ما ادري شو احس. شنو هاي؟ شكرا لان شوفتني وجهي. شلونك؟ والله بخير. شلونك انت؟ منين؟
شو كاتبين؟ شو كاتبين؟ شو فطومة حبيبي فطوم، شفت شلون يعرفوني؟ ايه؟ عندك باللايف أربعتهم عرفوني أكيد يعرفوني. شو رأيك أنا ما أفتح لايف بحسابي وشوف إيش قاعد يعرف؟ أنت انفتحت لايف أنا الأربعة هذول دوبهم يسوون رعوفك. تمنين من سوريا؟ من دير الزور. حياك الله. صار لك إيش قد من العراق؟ صار لي سنة وسبعة أشهر. شنو رأيك بينا؟ والله أحلى عالم. ننحب؟ أكيد. مهضومي؟ أكيد. شو ليش تقولون أنت أخو مرائشي؟ شنو يعني؟ هاي مو عدنا إحنا. ما العد منو؟ أشوام حلبية. سوريين؟ إي سوريين بس إحنا مثلاً ما تقولين غير إحنا على حدود العراق. إيه. حتى الهاشتاج تشبه إحنا بشمال الموصل بالضبط بشمال العراق أو بالموصل نفس الموصل. شو اللايف لعبت بيه جولة؟ يعني أني لو من متابعينك ذولا الأربعة اللي أسوي لك حظر. يسوي هيك بالتليفون خطية. غير مشان اسولف معاك. شو تسولف معايا؟ مو خطيه، هم شنو ذنبهم؟ بالقلب فطومه العراق وشعب العراق حياكم الله. فطومه الغاليه من سوريا. حمزه انت ما مركز ويانا، مو قلنا من زور من سوريا. ماكي الله من... شنو هاك يا الله الناس؟ اللايف اعرف اللايف الله خطيه. اي ما كان اسوي بلوك. انا تشرفت حياك. وهذه هديه مقدمه لك من جيم تي ان تي بإدارة علي الجبوري بالسيدية قريبة عليك مقابل جامع الهدى. تروح بالهنا عضلات وتدرب وطلع الطاقة السلبية. مشكور. أوكي؟ مشكور. مع السلامة. شوفك بخير. كمل اللايف على رأسي. يلا خذوا وياي صورة. شلونك؟ الحمد لله. تي منين؟ من بغداد. أختم الحلقة وياكم. شنو رأيكم؟ يلا يلا وياي بصوت واحد. انتظرونا يلا. لا وياي انتظرونا. حلقة جديدة. حلقة جديدة على قناة الفلوجة. فضائية. كل خميس وأحد. يلا دوك فخلي احكي أنا ويا الناس الحلوة الطيبة اللي تشاهدنا. حياكم الله بهذه الحلقة اللي شاهدتوها بساعة تلفزيونية من يوم من أيام أسبوعنا. تشاهدونا أكيد بشكل متواصل مع قناة الفلوجة الفضائية وببرنامج حظك حلو مع فاطمة قيدار. شكرا لمعمل الشياو للألبان والآيس كريم الراعي الرسمي للبرنامج فخر الصناعة العراقية، بلس أنه شكرا لكل رعاة البرنامج والهدايا اللي نقدمها من خلال برنامجنا. تنتظرونا أكيد على قناة الفلوجة الفضائية. شكرا حمزة بالإخراج، شكرا حسن بالتصوير، شكرا كريم، شكرا طه بالمونتاج. أكيد متعبتكم وياي بس إحنا نستاهل وناسنا يستاهلون. يلا نسوي بايل حمزة. كنت وياكم فاطمة قيدار. شياو أجود طعام ومواصفات عالمية وبجهود محلية.